السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها قالية أدبن إذن سلام يا ملد يتام سود وذا وحان يرد الأستاذنا دانتو يعني هم مركز اللوقة دي على كصوماليا ونقاضي بقر كدانتو دا علي دانتو قلوقنا يو دانتاس ومعنى هم حوا هاي علن كعيدن كبار لو دي رجلنا يو يعني ciidan kan walu rigelinaya calanka walu amaanaya Soomaaliyeed oo macnihiisu waxa haya calanka Soomaaliya ee taariikhdiisa iyo hadba si bulshada uu muhiim ugu yahay ba markaas laga hadlaya iyo sidoo kale gubaaba Soomaaliweyn oo idil markaas la hadlay fanaanka ugu leeyahay yaani qabiil inuu san waxba sheegay inuu markaas isku duubnida iyo midnimada Soomaaliyeed ay tahay muhiimada yaani ama oo gudfka loo baahan yahay in macnihiisu markaas la tixgeliyo ama lagu dhaqmo dantada ما شاء الله مقال هذا قرب بره ويس وات هذا ما تدبا ما كان على معنا مركا أم بالله إن شاء الله أصل ديزي نو إن شاء الله وحيكون بالله دانتظر ciidan ki cudud laha cadaw jibin kare ciidda iyo calankayga walaa ciilmo qabo bay ku bilaabtay ma sha Allah adii aad markaas macnihii markaas ayda calanka hada markaas waxa la tusahay inuu ciidan xoogan u jiro markaas wadanka Soomaaliya ma sha Allah oo markaas cudud lagu tilmaami karo calan yahow bidaantaadu waa noobil khayr mid kiloobo oo baraka noolahow maasha Allah waa duco iyo macal amaan iswato oo calanka loo duceynayo deetaro calanka markaasi mulwayahay waxaan sugeynay taas ahayd wuxuu yiri markaas baala la'aan galeer kuma buubi kare ciidan baawur lahaa berberkaaga toona calanku la hadlayaa markaas calanto oo uu leeyahay calan yahow yacni ciidan baawur la baa garbahaaga taagan oo ma ciishoonaysid macna dhulka ma dhacaysid mashallah beesha Soomaaliyeed bah ma kala lehe aan baraarne qabiilka laga bogsado day ka bogsada wariya ila maxaa qabiilka u dhigantiin si walba la kugu sheegay qabiilka ka bogsada waxa weeye horto Soomaali markaanu nahay intaan la gaarin yaani wadankan naga dhaxay calanka naga dhaxay intaan la gaarin baan mid iyo hal isku fiirina marka saas darteed nin walba oo murti ka hadla ama fanaan ha ahaado ama abwaan ha ahaado uu ka hadla inta badan in qabiilka la iska dhaafo oo markaasi faa'iido uu sano lahayn marka dhaantadan yacni Soomaaliya dhan bay gubaabo u tahay calanka iyo macal ciidanka iswatana waa lagu amaanayaa hor u soco calanka thank you esha Soomaali bah ma kala lahayn barane qabiil ka laga bogsado الله يعزك ان علن كنا بروغا كوما ايمان بلاش رج اس بي ميي با باي بقول لكم با نفط او بخدو رج اس بي ميي با با بخ لوغ دغاي انا علن كان يعني هرتا علنكو و هو ترجمه هيا قرنكا اما معناه هو هاي ودنك ماركاسي ان علنكاسي و مثل هيو و ترجمه هيا ان
وردبريهنا وحاسعين الله إن الله عارن كله بدرها بقوله اسمه جينا كار علان ذا ونقص أدي اسمه تيني وكوده مرك علان توحلي هاي علان كنا بلوج أكما إيمان بلاش بقول الله لكم بنفط أقرب حضور رجس بيمي بها هاي بابا الله قديك ما شاء الله بابا الله قديك رجس بيمي يا بابا الله أنا رداء سلالة علنكم ومرقم أنتي بروسيس السومري لسوري جي ما لقيت هاي ما أهم يعني فرين تساسو معناه علنك والله صوبه باي رون هانتي ضد بضم بأنه تاج ودرتيد ومعني محو هاي وعلنك أسرع سجرو ورسناه فرق بضم بنفطه بحري مركا إسكسو أرضها اللي بدرس عدل وريا إلهي وريا نيو حقيقة حقودا صومالي هالكم بين افتوغا بحلو راقس بيمي بابا بلوغا ديني بابا بلوغا ديني راقس بيمي بابا بلوغا ديني بابا بلوغا ديني ادي ودارتي وعيدنكي حق لبا عذو تشابين كاري إدي عيدك ولا عيل مغاب ولا عيل مغاب إدي عيدك ولا عيل مغاب يعني و يعني محو هاي عيدك عدول لها عدو جبين كره عيد يعلن كيجو ولا عيل مغاب يعني إن كان محسي حق وتجاره يا مقرب تاجين هاي إسلام كاسي محو هاي عيدك الصومالية مرك ما شاء الله عيدن كلا أنتي نعلم ما بهان كره يعني عيدن كلا أنتي عالم مجري كربا عالم كل جوشة هي عيدن عيدود بكتة جيها إن صدي حتى كم قطعة ما شاء أولي هاي محو هاي عالم كنا بلوجة وما إيمان بلاش بقول الله لكم بنفط وبحضور رجس بيمي وبحلا بدي رجس بيمي الجوشة جايو إسكسو أرض ده قال إسكسو قلمه هو رجن عيدن كهاد مركز وكو أمانة أنت علمته قولي قولي مسمارين هوبشا معناها وعيدا كمرك جاردين هي هو ده هي مرك جاردين هي يعني عيدا ومرة هي ماشي محوها مدحتوية ده أما ومحوها يا إن ستوس أو مركز عيدا كونين كان محو يعني كل دي رجلينها سوى ليه رجي بورك يا بيله كعجب باي على كبر الله الله يا بلد جيسي بلد جيسي نمان كبري ذلها نه رجي بورك كعجفاي هل كاسي كدي جاي إمانتك دفاع هي دا علم بكوت هاي وحان كوس سلامي هانو كان سلام هاي سلام تيم سلام لها سلام جيسي نمو بس سلام لها تجبر نمان أقدره يا ميت محو هاي حوج لوبغا سي بوغادينو ايغانا بشارع درايا حوج لوبغا وا حوج الدلك حوج عيدنك حوج الدلك يعني حوج لوبغا سي بوغادينو هي ايغانا بشارع درايا ان شاء الله هلكاسي بشارعه كل بي كا غدوبي ما في لها ان شاء الله ايدا ايش سومالي با مكالا لا هي امبراني هدا ميل كالا غابك سالو بيش الصوماليات بهما كلا له قبيل كلا جاب أمبرارني قبيل كلا جاب بكسدو هذا أصلي له إنه هلبا نهاية ريا هلبا نهاية أنا يعني فاميلي سيدا سبا نهاية ريا اللي بيح حنيا كتبتها والله كام جفت أن كاس حنيا كتبها شنو إن اللي بحسن كتبها شنو الوشي هي واسوماليات ما تقصدون ماذا يعني هذا ما أهم
in adiga family ahaan tad qardhaas isku geliso aad iska adaa anoo muxuu ahaay laan dheer reer libya xabaan aan lahaa oo reer libya la dhanka kaama jirto markaad faanayso ood geesinimo iyo raganimo ay karti ku faanayso soomaalinimo ku faan oo calanka buluugga ku faan oo minnimo iyo qadiyad iyo soomaalinimo mar walba ka hadal oo ku faan inta mideeda kale dadka miidiyaha ku jiro sida khaaska ah miidiyaha ku jiro dantaada ayay noqonin inaad qabiil un ka hadasho oo yacni muxuu ahaay maadaama dadka aad bulsho wax gudbinayso inaad ka wacyi geliso waa muhiim laakiin inaad rehabil aad meela soo fariisato kuma anfacayso mustaqbalkaaga fariintana waxay ku socotaa aniga waxay ku socotaa adiga waxay ku socotaa soomaaliya oo dhan markii sideedaba fanaan lagu leeyahay ama abwaan lagu leeyahay ama micnihi fan laga hadlahay wax buu turjumayaa marka dhaantadan micna waxay ku fadhidaa aysa ku fadhin waxyaaba boono dadka ay micnihi xiiseeyaan taasoo ah midnimada soomaaliyeed beesha soomaaliyeed bah ma kala lahee aan baraarna qabiilka laga bogsado allah naga dogay qabiilka adan leh insha allah kena buluga kuma iman bilash raagis bimaa halkaas ay ugu eegtahay muxuu ahaayey micnahay guud ay xambaarsaneedna insha allah waxay ila tahay inaan isla fahannay haduu ilaahay raado mar walba waxaa annaga naga go-aana inaan waxyaabaha against ku ah society-ga ama bulshada soomaaliyeed ku ah inaan micnihii aan isku dayno insha allah ama dhanka faneed dhanka suugaan si walba ha ahaatee dhaantadan quruxda badan muuqaalkeeda iswato ee ka hadlaysa gawaabinta calanka iyo soomaalida iyo micnihii maxaa ciidankeeda iswataba halkaasay nagu dhintay salaam sharafeed baa idin saar dhammaantiin.